وينضم إلينا من الخرطوم مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية عبود الخليفة. أهلا بك معنا أستاذ الخليفة في أخبار المملكة. إذا ما تحدثنا اليوم عن شكل المظاهرات التي تدور اليوم في السودان إحياء للذكرى الأولى لبدء مظاهرات 30 من يونيو. نعم، عليكم السلام. يعني خرجت الجماهير اليوم لإحياء ذكرى 30 من يونيو، وهي ذكرى التي بموجبها تم يعني التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري في ذلك الوقت مع قوى الحريه والتغيير على استكمال المشوار الحكومي او التعيينات للفتره الانتقاليه الموافقه على الفتره الانتقاليه لكليها. المسيرات او المواكب اليوم ل 30 يونيو يعني في الخرطوم وعدد من الولايات خرج للمطالبه باستكمال المطالب الثوره وتصحيح مسارها، وبالتالي كثير منهم ايضا ينادي اكثرها تنادي بالعداله، العداله لشهداء الثوره وفض الاعتصام والمطالبه باستكمال هياكل الثوره، وبالتالي الاتجاه لتعيين المدنيين في الولايات حكام مدنيين بدلا عن العسكريين. المسيرة شارك فيها يعني انتظمت بشكل كبير عدد كبير جدا من المواطنين، قادتهم قوى الحرية والتغيير في كل مناطق تقريبا على مستوى الخرطوم. الشاهد ان المسيرة ومليونيه 30 مليون اليوم يعني لم تظهر فيها اي احتكاكات كبيره، وبالتالي ان اغلب مشاركيها هم من مناصري ومؤيدي قوى الحرية والتغيير، وبالتالي هي الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية القائمة الآن. لذلك افتكر انه المطالبات رغم انه بعض الاصوات الحكومية كانت تنادي بانه هذه احتفالية لمناسبة 30 يونيو، ولكن الصغار او المشاركين في هذه المليونية يعني نددوا او طالبوا بكثير من المطالب التي يعني تتمثل في توزيع المشاركة الشعبية والمطالبة بسرعة المجلس التشريعي. للأسف نعم. سيد عبود، يعني أعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، ولكن سنعود لك في وقت لاحق للحصول على تفاصيل أكثر. مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية الأستاذ عبود الخليفة، شكرا جزيلا لك.